السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيكم مشاهدينا الكرام في نشرة إخبارية مفصلة من قناة السعودية البداية بالعناوين خلال أسبوع ضبط أكثر من 14 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بمناطق المملكة كافة إدارة التعليم بمناطق المملكة تواصل إكمال استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد. الزكاة والضريبة تجري تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية. وتشاهدون في نشرتنا أمانات المناطق تتيح خدمات المتاجر المتنقلة لدعم الأفراد وتنظيم عملية البيع في الأماكن العامة حيكم أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة كافة التي جرت خلال الأسبوع الماضي أسفرت عن ضبط أكثر من 14 ألف مخالف، كما أحيل أكثر من 40 ألف مخالف إلى الجهات المعنية تمهيداً لترحيلهم، فيما تجاوز عدد الذين رُحلوا إلى بلدانهم 13 ألف مخالف، بينما بلغ إجمالي من يخضعون حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة نحو 49 ألف مخالف. تواصل ادارات التعليم بمناطق المملكه اكمال استعداداتها للعام الدراسي الجديد ويعود بعد غد الاثنين الاداريون والاداريات الى المدارس بعد تمتعهم باجازتهم الصيفيه وذلك للاستعداد لبدايه العام الدراسي فيما سوف تكون عوده جميع المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات يوم الاحد المقبل لتسليط الضوء اكثر على استعدادات إدارات التعليم تلتحق بنا من المنطقه الشرقيه مراسله اخبار السعوديه الزميله شادن الحايك مرحبا بك شادن بدايه ونحن على ابواب الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد بعد هذه الاجازه المطوله ما الجديد لديكم مساء الخير منى نعم الاسبوع الحالي يشهد عوده الهيئه الاداريه والاشرافيه للمدارس البالغ عددهم 9000 بين هيئه اداريه واشرافيه على المدارس بدات اداره التعليم في المنطقه الشرقيه باستعدادات مبكره بدايه من الصيانه الى ترحيل المناهج الدراسيه للمدارس تفاصيل اكثر يطلعنا عليها متحدث اداره التعليم بالمنطقه الشرقيه الاستاذ سعيد الباحث لا. استاذ سعيد حدثنا عن خطوات العوده لي الدراسة للعام الدراسي الجديد حياك الله شاهدنا طبعا الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية تواصل حقيقة منذ وقت مبكر بتهيئة ما يقارب 1627 مدرسة بكافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية وذلك من خلال تطبيق ما يقارب 18 مؤشرا في برنامج الاستعداد للعام الدراسي الجديد بمشيئه الله تعالى. هناك عدد من المحاور المهمه التي تم العمل عليها من خلال تهيئه هذه المرافق وصيانتها ايضا العمل على تهيئه وتجهيز وحدات التبريد والتكييف ومدى جاهزيتها بمشيئه الله تعالى، ايضا تنظيف هذه المرافق التعليميه، توفير الطاولات والكراسي والسبورات الخاصه ب كوسائل تعليميه للطلاب والطالبات، ايضا تم العمل على ترحيل وتوزيع الكتب الدراسيه على كافه مدارس المنطقه، وايضا جوانب اخرى مهمه جدا يتم العمل عليها من خلال اشراف لجنه الاستعداد التي تعمل حقيقه على يعني متابعه كافه الطلبات والتجهيزات التي بمشيئه الله تعالى منذ يعني في الأول من صفر بمشيئة الله مع عودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة تكون بداية التعليمية بداية جادة بمشيئة الله تعالى وفق بيئة تربوية آمنة وجاذبة بحول الله تعالى وقوته ففرق العمل حقيقة تعمل بشكل مستمر لتهيئة هذه البيئة تم إسناد عملية الصيانة والتأهيل وكذلك تجهيز المرافق إلى شركة تطوير للمباني لتعمل تعمل على تهيئة هذه المرافق فالحمد لله تعليم المنطقة الشرقية حقيقة تهيئة منذ وقت مبكر ولعودة 500 ألف طالب وطالبة بمشيئة الله تعالى ماذا لو تحدثنا عن المباني المدرسية الجديدة التي سيتم افتتاحها أو تشغيلها الأسبوع المقبل؟ طبعاً سينضم حقيقة إلى سلسلة المشاريع المدرسية مجموعة من المشاريع التي سيتم تشغيلها بمشيئة الله تعالى وهذه المشاريع ما يقرب تسعة مشاريع سيتم تشغيلها هذا العام بطاقة استيعابية تستوعب ما يقارب ستة آلاف طالب وطالبه وبها ما يقارب 214 فصلا دراسيا وهذه المشاريع حقيقه تم العمل عليها وفق تصاميم ونماذج متميزه حقيقه تخدم العمليه التربويه والتعليميه وايضا هيئت كافه المرافق الخدميه داخل هذه المباني التعليميه وتجهيزها ان شاء الله تعالى بالتجهيزات الملائمه والمناسبه لخدمه العمليه التربويه بالشكل اللائق والمطلوب بمشيئه الله تعالى. شكرا لك استاذ سعيد معك منى نعم 26 ألف معلم ومعلمة على مستوى المنطقة الشرقية يعودون خلال الأسبوع المقبل الكادر الإشرافي والإداري يعود الأسبوع الحالي هذا أيضا لمتابعة اختبارات الطلبة المتعثرين نعم نتمنى التوفيق للطلاب والطالبات في عودتهم بعد أسبوع شكرا موصول لك شادن الحايك مراسله اخبار السعوديه ايضا الشكر موصول لضيفك الكريم على كل ما قدمه لنا من معلومات حول هذا الموضوع شكرا لكم. اطلقت هيئه الهلال الاحمر السعودي بمنطقه المدينه المنوره مبادره بعنوان نعود بصحه التي تستهدف طلاب وطالبات التعليم العام قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد 44 واوضحت الهيئه ان المبادره التي تستمر لمده تسعه ايام في عدد من المراكز التجاريه تتضمن التعريف باهميه وجبه الافطار واختيار الحقيبه المدرسيه المناسبه وتفادي انخفاض الضغط والسكر والتغذيه الصحيه وفوائدها للذاكره والتركيز أجرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية تضمنت عددا من الاستثناءات من ضريبة التصرفات العقارية من أبرزها استثناء التصرف في العقار من قبل مطور عقاري مرخص لمزاولة أنشطة البيع والتأجير على الخارطة. إلى جانب التصرف في العقار من قِبَلِ صاحبِ الشركة يملكُ جميعَ الحصص أو أسهمها بشرط عدم حدوثِ التغيير بنسبةِ ملكيته لمدة لا تقل عن خمسِ سنوات، كما شملت هذه الاستثناءات التصرف في العقار دون مقابل لشركة مؤسسة في المملكة، تكون جميع الحصص أو الأسهم مملوكة من قِبَلِ وقفٍ بالاضافه الى استثناء جديد يتعلق برد العقار لمالكي السابق بسبب الغاء التصرف العقاري الموثق بالتراضي بين اطرافه. اهم ما تم تعديله خلال هذه الفتره او الاستثناءات التي صدرت والتي سيتم تطبيقها اعتبارا من هذا اليوم هي اولا اي شخص لديه عقار يرغب في نقله الى شركته وهذه الشركه يملك هو جميع حصصها واسهمها يستثنى من التصرف العقاري اي لا تخضع الضريبه بنسبه 5% ولكن هناك شرط ان تظل نسبه الملكيه لهذه الشركه لهذا الشخص لمده خمس سنوات لا تتغير ايضا عندما يقوم شخص بنقل عقار الى مطور عقاري ولكن هذا المطور يجب ان يكون لديه رخصه لمزاوله نشاط التطوير والبيع الخارطه فهذا ايضا مستثنى من الضريبه ولكن بشرط ان تكون هذه العقارات مخصصه حصريا للبيع الخارطه كذلك عندما يقوم او عند نقل عقارات بين شركتين وهذه الشركتين يملكها نفس الشخص فهذا يستثنى ولكن بشرط ان تكون نسبه الملكيه للشركه المنقول لها العقار لا تتغير لمده خمس سنوات وايضا عندما يتم نقل العقار الى شركه مؤسسه في المملكه وتكون هذه الشركه حصصها واسهمها بالكامل لصالح وقف خيري او ذري ايضا تستثنى ولكن لا يجب ان لا تت... يجب ان تكون النسبه نسبه الملكيه لمده خمس سنوات ثابته، كذلك عندما يقوم شخص ببيع عقار ولكن لاي سبب من الاسباب يتم الرجوع عن هذا البيع بعد توثيقه، فيتم رد التصرف العقاري او يتم رد العقار لمالكه الاول ولكن بشرط ان تكون خلال 90 يوم من تاريخ توثيق العقار وكذلك ان تظل صفه العقار واحده ويرد كامل المبلغ لمالك العقار. أتاحت عدد من أمانات المناطق إصدار رخصة لمنفذ بيع متجر متنقل أو عربة متنقلة للأنشطة الغذائية وغير الغذائية عبر منصة بلدي للاستفادة من حاضنات المتاجر المتنقلة وذلك بهدف تنظيم عملية البيع في الأماكن العامة عبر حاضنات الأعمال ومسارات العربات المتنقلة والحرص على سلامة الزوار وخلق بيئة جاذبة سعيا منها لدعم قطاع الأعمال وتمكين الأفراد من مزاولة أعمال البيع. تهدف الأمانات إلى خلق فرص استثمارية جديدة في قطاع الأعمال وطرح المزيد من فرص العمل للباحثين عن عمل وذلك من خلال تسهيل اجراءات التراخيص والحصول عليها عن طريق الاستفاده من الخدمات الرقميه دون الحاجه الى زياره الامانه او البلديه أطلقت أمانة منطقة نجران حملة تطوعية توعوية بعنوان نجران تستاهل وأنتم قدها اثنان وأوضحت الأمانة أن المبادرة تهدف إلى رفع مستوى الوعي والحفاظ على البيئة والحد من أعمال التشوه البصري وزرع مفهوم جودة الحياة في نفوس جميع أفراد المجتمع بالاستفادة المثلى من المكتسبات والمنجزات الحضارية لترسيخها كثقافة وأسلوب حياة إضافة إلى دعم المواهب وذوي الاهتمامات الرياضية والفنية والحرفية وإيجاد فرص تطوعية تخدم أهداف رؤية المملكة 2030. تستضيف مدينة الرياض المؤتمر الدولي لمستقبل صناعة التحلية وهو أول تجمع عالمي من نوعه لمناقشة آفاق مستقبل المياه. وسوف تنظم المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مؤتمرا دوليا الشهر المقبل لبحث وطرح الحلول المستدامة بمشاركة صانعو السياسات والمبتكرون وموردو التكنولوجيا حول العالم وسوف يشهد هذا المؤتمر اطلاق مجموعه من المبادرات لتعزيز البنيه التحتيه لتحليه المياه خلال العقد القادم ودراسه خطط الاستثمارات في هذا المجال تماشيا مع رؤيه عشرين وجهودها للوصول الى الحياد الصفري بحلول الفان وستين المؤتمر سوف يطرح كذلك إمكانية إيجاد المياه في الفضاء وعمل مصانع عائمة أو تحت البحار ضمن عدد من الحلول الجديدة والمبتكرة. أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة حملة بعنوان: جاء وقتها وذلك ضمن جهودها المتواصله للتعريف وزياده الوعي باهميه تناول الفاكهه المنتجه محليا في مواسمها بما يتوافق مع الظروف البيئيه وذلك سعيا للوصول الى اقصى فائده غذائيه من استهلاكها وتعزيز الاستهلاك الصحي للمنتجات الزراعيه الحمله تهدف الى التعريف بالانواع المتعدده للفاكهه المحليه واوقات وفرتها في المواسم المختلفه على مدار العام لتعزيز انتاج واستخدام الناتج المحلي ورفع معايير جودته وسلامته ونشر المعرفه بالمنتجات الزراعيه وزياده التوعيه بالخيارات المتنوعه للفواكه الموسميه التي تنعم بها المملكه من جانب آخر نظمت وزارة البيئة والمياه والزراعة ورشة عمل لمناقشة التحديات التي تواجه منظمات القطاع غير الربحي لتنمية القطاع وتمكينه بالتكامل مع الأطراف ذات العلاقة، وكان ذلك تحت عنوان بحث آفاق التطوير والتحديات التي تواجه منظمات القطاع غير الربحي بالوزارة. ونظرا لتقدم القطاع غير الربحي بتأسيس ثلاث مؤسسات أهلية تابعة للوزارة وإحدى وخمسين جمعية أهلية وعدد كبير من الجمعيات التعاونية ولأهمية تضافر الجهود والتعاون لدعم وتمكين القطاع يجري التنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لدفع سبل وآليات إسناد الخدمات والمشاريع في المنظمات غير الربحية وبحث امكانيات تخصيص ميزانيات تشغيليه محفزه لهذا القطاع بحث وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للشؤون الإسلامية عواد العنزي مع وزير الثقافة بمملكة تايلاند بالعاصمة بانكوك الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لا سيما ما يتصل بالمراكز الثقافية وسبل دعمها أكد الوزير التايلندي حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي مع المملكة في المجالات الثقافية والمعرفية ونشر القيم المشتركة والاستفادة من خبرات المملكة ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية في نشر التسامح وبما يخدم مسلمي تايلاند. هذا وحظي معرض جسور الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في العاصمة التايلاندية بانكوك. بزياره اكثر من ستين الف زائر ما بين شخصيات سياسيه واسلاميه وثقافيه واشاد الزوار بما شاهدوه خلال تجولهم في اركان المعرض واطلاعهم على الجهود التي تقوم بها حكومه خادم الحرمين الشريفين حيث يهدف المعرض في نسخته الاولى لابراز جهود المملكه في خدمه الاسلام والمسلمين ومناصرة قضاياهم وتقديم المساعدات الاغاثيه والطبيه والاسهام في محاربه الارهاب ونشر قيم الاعتدال والتسامح وتعزيز وحمايه حقوق الانسان هذا المعرض حقيقه هو يمثل رساله المملكه العربيه السعوديه في التواصل مع المسلمين ومع غير المسلمين لانه يعكس الصوره الحقيقيه للمملكه العربيه السعوديه وانفتاحها على العالم وتواصلها مع الجميع وفيه من الاجنحه وما يعرض ما يدل دلاله واضحه على الجهود الكبيره التي تقيمها المملكه العربيه السعوديه في هذا التواصل من خلال عكس ثقافه المملكه العربيه السعوديه وايضا ما تقدمه للعالم اجمع من خلال البرامج المتنوعه التي تطرحها سواء وزاره الشؤون الاسلاميه او ما يكون بالتعاون مع غيرها من الجهات. مستمرون معكم في هذه النشره في بعد الفاصل مهرجان التمور في بريده يشهد زياده كبيره في البيع والشراء وفيها ايضا توقعات باستمرار هطول الامطار على اجزاء من المنطقه الجنوبيه ومصائف المملكه تشهد اقبالا من الاهالي والزوار حيكم من جديد يبدا ديوان المظالم عبر منصه خبير الرقميه للتدريب التعاوني بتلقي طلبات الراغبين في التدريب بمحاكمه واداراته بجميع مناطق المملكه ولمده اسبوع اعتبارا من يوم غد الاحد حتى نهايه عمل يوم الخميس المقبل تستهدف البرامج التدريبيه طلاب وطالبات الجامعات السعوديه ومعهد الاداره العامه حيث تتاح الفرصه لهم بالتقدم عبر المنصه واختيار التخصص المراد ومكان التدريب الانسب لهم كما توفر المنصه امكانيه تتبع الطلب بشكل رقمي متكامل ويمنح برنامج التدريب التعاوني بمحاكم وادارات ديوان المظالم في كل مناطق المملكه للراغبين فيه فرص التدريب في تخصصات الشريعه والانظمه والقانون واصول الدين ودبلوم الدراسات القانونيه وتقنيه المعلومات والمكتبات والموارد البشريه والمحاسبه والماليه واداره الاعمال احتفت جمعية التنمية الأهلية بمركز الشعف بمحافظة بلقرن بالمتميزين أول متميزات من أبناء الشعف من خلال جائزة الشعف للتمييز والتي أتمت عامها العاشر. تأتي هذه الجائزة من ضمن أنشطة وفعاليات الجمعية لخدمات المجتمع في مركز شعف ببلقرن. أقامت جمعية التنمية الأهلية بمركز شعف بلقرن حفلا لتكريم المتميزين من أبناء أهالي الشعف لتكريمهم وتحفيزهم وتأتي جائزة الشعف في عامها العاشر حيث بلغ عدد المكرمين أكثر من 500 متميز ومتميزة طيلة سنوات الجائزة هذه الجائزة تأسست منذ عشر سنوات وهذه السنة هي النسخة العاشرة للجائزة وقد بلغ عدد المتميزون او بلغ عدد المتميزين في الجائزه عشر ما بين رجل وامراه الاثر نشعر به في فرح المتميزون الذين تميزوا وردود افعالهم برسائل بشكر باشياء متنوعه ردود افعال لهذه الجائزه. من مشاريع الجمعيه التي تم تنفيذها مشروع اجمل اطلاله المتمثل في المظلات الموجوده في اعلى ووسط واسفل العقبه والتي اتت بدعم الاهالي بناء على توجيه سمو امير المنطقه بتنفيذ مبادره نشام الحي المنبثقه من مشروع نشام عسير. تم تنفيذ مشروع اجمل اطلاله بعقبه الشعب بالقرن وهي منطقه سياحيه ضمنها مبادره نشامه عسير التي دعا اليها سمو امير المنطقه الامير تركي بن طلال في مشروع نشامه الحي كانت يعني بجهود من الاهالي وتنفيذ واشراف من الجمعيه. تفاعل ودعم مالي من اهالي مركز شعب بالقرن لدعم الانشطه المختلفه وتكريم المتميزين يعكس تكاتف الاهالي وترابطهم في دعم جائزه تستمر لعشر سنوات متتالية عبد الله القرني محافظة بلقرن برؤية مغايرة عن مواسمه السابقة وبكمية تمور فاخرة وأصناف متعددة موسم تمور البكيرية ينطلق بنسخته الثالثة عشر نتابع أصناف متنوعة وجودة عالية، وسوق يكتظ بالزائرين، ورواج تشهده ساحات السوق والمزارع المحيطة به، حتى ساعات متأخرة من النهار، موسم تمور البكيرية ينطلق بنسخته الثالثة عشر، بإشراف محافظة البكيرية وتنظيم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، وبالتعاون مع بلدية البكيرية ولجنة الاهالي. يأتي موسم البكيرية للتمور في هذا العام برؤية مغايرة عن مواسمه السابقة حيث تم العمل على عشرين مسار وزعت جميعها بنجاح وثمانية عشر مبسطا أسندت للشباب السعودي لدعمهم وتشجيعهم للاستفادة من هذا الحراك الاقتصادي الذي تشهده المنطقة ككل زيد المعدي محافظة البكيرية وفي بريده ارتفعت وتيره البيع والشراء في مدينه التمور حيث يبلغ خراف النخيل ذروته في منتصف اغسطس من كل عام. ويرد الى السوق اكثر من 2800 طن في اليوم الواحد ولاستيعاب هذا الحجم من التمور اليوميه فتح مهرجان تمور بريده الذي تنظمه وزاره البيئه والمياه والزراعه اربعه اسواق على مدار اليوم. حتى يجد الزائر حاجته في كافه الاوقات ونتيجه لهذا الكم المتزايد فقد شهدت الاسعار اعتدالا ملموسا جعلت من العديد من الاصناف في متناول المتسوقين توقع المركز الوطني للارصاد في تقريره عن حاله الطقس لهذا اليوم استمرار هطول الامطار الرعديه من متوسطه الى غزيره وجريان سيول وتساقط للبرد مصحوبه برياح نشطه مثيره للاتربه والغبار على مناطق نجران جازان عسير الباحه وتوقع المركز هطول امطار رعديه على منطقه مكه المكرمه المدينه المنوره وظهور سحب رعديه على اجزاء من مناطق حائل القصيم الاجزاء الشرقيه من الحدود الشماليه في رفحاء وفي الرياض واجزاء من المنطقه الشرقيه سوف يكون الطقس حار الى شديد الحراره لمعرفه المزيد عن اخبار الطقس ينضم الينا عبر الهاتف من جده مع المحلل في المركز الوطني للارصاد الاستاذ عقيل العقيل مرحبا بك استاذ عقيل بدايه تشهد الاجواء هذه الايام امطار على بعض مناطق المملكه اطلعنا اذا تكرمت على توقعات مركز الارصاد عن حاله الطقس خلال الايام القادمه أستاذ عقيل هل تسمعنا؟ أعيد عليك طرح السؤال، ماذا عن توقعاتكم لهذه الأجواء وأيضا الأمطار على بعض مناطق المملكة، وتوقعات بحرارة وأيضا شدة الحرارة على بعض المناطق؟ أستاذ عقيل العقيل هل تسمعنا الان جيدا يبدو ان استاذ عقيل العقيل لم يجهز بعد سوف نعود اليه لاحقا في حال تمكنا من ذلك باذن الله تعالى تشهد المنتزهات والمصائف في مناطق مختلفة من المملكة إقبالا متزايدا من قبل الأهالي والزوار خاصة مع اعتدال الأجواء فيها وتبذل الجهات التنظيمية جهودا كبيرة لتيسير زيارة المصطفين وتسهيل وصولهم للأماكن التي يرغبونها لقضاء أوقات ممتعة وسط جمال الطبيعة ونقاء الهواء وكثيرا ما تتخلل هذه الزيارات جولات إلى المتاحف والأسواق التاريخيه والأماكن الترفيهيه التي تزخر بها أغلب المحافظات. بعد أن باتت وجهه حضرية مشرقه يتزايد الإقبال بشكل كبير على منتزه الملك فهد بنجران من داخل المنطقه وخارجها. المنتزه الذي تقدر مساحته الإجمالية بأربعة ملايين متر مربع بغابة سقام يعد متنفساً طبيعياً حيث يحتضن في جنباته المساحات الخضراء والأشجار المعمرة التي تلتحف جمال الطبيعة الساحرة ويتضمن المنتزه مسارات رياضية بين أحضان الطبيعة ومجاميع ألعاب ونوافير مياه وحديقة النافورة ونبقى في هذه الاجواء وهي اجواء المنتزهات والمصائف حيث تعد محافظه دومه الجندل بمنطقه الجوف ابرز الوجهات للسائحين في فصل الصيف نظرا لما تتمتع به من مواقع جذب سياحيه وتنوع بيئي جاذب جعلها احد وجهات التنزه من مختلف مناطق المملكه. تعد هذه المحافظه احد اكبر مكانز الاثار بالمملكه التي تعود لعصور مختلفه في رحله لمحبي التاريخ والاثار للتعرف عليها كما تضم العديد من المواقع السياحيه اذ تجمع المحافظه سياحه البحر والتراث والخضره التي تؤهلها لتكون وجهه للباحثين عن جمال الطبيعه خاصه في هذه الايام للتعرف أكثر على أبرز محطات الزوار في دومة الجندل، يلتحق بنا مراسل أخبار السعودية عبد الرحمن الإبراهيم، مرحبا بك عبد الرحمن ما هي أبرز المحطات التي يقصدها المتنزهون في دومة الجندل؟ اهلا بكم منى بالمشاهد الكريم بالفعل محافظه دومه الجندل تشتهر بالتنوع السياحي والبيئي فيها نظرا لامتلاكها العديد من المقومات والمناطق التاريخيه والاثريه وايضا الحيازات الزراعيه وايضا المساحات المائيه والتي لعل من اشهرها على مستوى المملكه العربيه السعوديه هي بحيره دومه الجندل هذه البحيره التي تقع على مساحه تتجاوز مليون متر مربع وتكتنز داخلها اكثر من 11 مليون متر مكعب من المياه. هذه البحيره التي نتجت عن تدفق طبيعي لفائض مياه الري داخل محافظه دومه الجندل وتشكلت هذه البحيره التي تعد اليوم هي نقطه جذب سياحي بارز داخل هذه المحافظه ونشات على جانبها العديد من الاستثمارات التي جعلت منها وجهه سياحيه للكثير من الزوار من الاهالي والزوار من خارج مدينة من خارج محافظة دومة الجندل ومنطقة الجوب بشكل عام وأيضا تستقطب الزوار حتى من الدول الخارجية ولعل من أبرزها السياح من الدول الأوروبية والتي شهدنا زياراتهم على يعني على أوقات متفرقة خلال هذا العام محافظة دومة الجندل بشكل عام تحتز يعني تكتنز العديد من المقومات السياحيه والجغرافيه لعل من ابرزها هي كما اشرت لك بحيره دومه الجندل وهي المساحه المائيه الابرز في محافظه دومه الجندل اضافه لذلك تكتنز في داخلها المنطقه الاثريه والتي تتكون من قلعه مارد التاريخيه او الاثريه والتي يعود تاريخها الى القرن الاول الميلادي وترتفع ما يتجاوز 620 متر فوق سطح البحر هذه القلعه التي تعد ايضا وجهه سياحيه وتحتفظ بمكونات مكونات العمارة التي ما زالت قائمة إلى هذا اليوم يجاورها طبعا مسجد الخليفة عمر بن الخطاب وأيضا أنشأت وزارة السياحة في هذه المنطقة الأثرية متحف الجوف الإقليمي هذا المتحف الذي يقدم عروض استثنائية لما تحت لما تحتضنه المنطقة من مقومات تاريخية وكنوز أثرية وتاريخية أيضا في المنطقة خلف قلعة مارد الأثرية هو حي الدرع الأثري والذي يعتبر قائم ببعض بيوتها الطينيه التي ما زالت قائمه حتى الوقت الحالي المحافظه بشكل عام ايضا تتمتع بوجود العديد من الحيازات الزراعيه والمزارع والعلم من اشهر الزراعات داخل محافظه دومه الجندل هو زراعه وانتاج النخيل وانتاج ما يتجاوز من اكثر من عشره اصناف داخل هذه المحافظه من انواع النخيل المختلفه لعل من اشهرها حلوه الجوف والتي تنتج في مثل هذا التوقيت من هذا العام ايضا في داخل هذه المحافظه يتم الاحتفاء بإنتاج التمور بشكل سنوي عبر مهرجان التمور في محافظة دومة الجندل، هذا المهرجان الذي أصبح علامة تسويقية بارزة لما تحتضنه محافظة دومة الجندل من التمور سنويا ويفد إليه العديد من الزوار وأيضا تطرح فيه الإنتاج الوفير للتمور داخل المنطقة ويتميز ويمتاز أهالي محافظة دومة الجندل طبعا بالصناعات المنزلية للتمور وهو التمر المكنوز عبر حلوة الجوف وغيره من وأيضا مختلف التمور التي تحفل أيادي السيدات وكبار السن وحتى الشباب بهذا الإنتاج الوفير والصناعات التحويلية من التمور التي نشهدها عبر الأكلات الشعبية مثل البكيلة والتي تنتج عبر دمج التمر المنتج داخل المحافظه وما يسمى بالسمح وهو النبات الذي ينبت حصرا في بعض المراعي داخل منطقه الجوف ويتم استخراجه بطريقه معينه عبر العديد من المزارعين والمنتجين ويتم عجنه مع التمر لينتج اكله البكيله هذه الاكله التي تعتبر واحده من علامات الضيافه داخل محافظه دومه الجندل ومنطقه الجوف بشكل عام وتضاف اليها خاصه في ايام الشتاء السمن البلدي وهو ما يضفي عليها عناصر غذائيه كامله وتعتبر اكله شتويه بارزه خلال فصل الشتاء هذه المحافظه تتميز بهذه المعالم السياحيه والتاريخيه وايضا التراثيه والحيازات الزراعيه والمسطحات المائيه عبر بحيره دومه الجندل وهو ما يجعلها محافظه مميزه بهذه التكوينات الطبيعيه ويفيد اليها العديد من الزوار اذا ما تحدثنا اخيرا منى عن الجانب التجاري فمحافظه دومه الجندل بدات يعني ملامح رياده الاعمال فيها تظهر بشكل بارز عبر امتلاك العديد من الشباب والفتيات داخل هذه المحافظه للعديد من المشروعات التجاريه والتي اصبحت علامه بارزه ايضا ومحطه ووجهه رئيسيه جديده للسياح داخل المنطقه والزوار والمتنزهين ويحفل الزائر لمحافظة دومة الجندل بتنوع ثقافي وبيئي وتاريخي وحضاري أيضا داخل هذه المحافظة للاستمتاع فيها كما نشهد خلال هذه الأيام وخلال إجازة فصل الصيف التي شارفت على الانتهاء هذه العلامات البارزة تجعل من محافظة دومة الجندل وجهة سياحية وترفيهية بارزة للأهالي والزوار من خارج المحافظة وهي بالطبع يعني مدينة تاريخية يعني يحتفل اهاليها وايضا يفاخر اهاليها بالكنز التراثي والتاريخي والبيئي داخلها وداخل احيائها وجوانبها المختلفه. نعم نعم بالفعل عبد الرحمن يبدو ان دومه الجندل محافظه دومه الجندل تتميز بالعديد من الميزات سواء الثقافيه او المحليه. أو السياحية أو الآثار والمتاحف وأيضا المنتجات المحلية لك من جزيل الشكر على هذه الخلاصة المفيدة الزميل عبد الرحمن البراهيم أشكرك على هذه المشاركة ونتحول إلى حائل حيث أنهت أمانة المنطقة كافة مراحل ترتيباتها واستعداداتها لإقامة فعاليات صيف عروس الشمال التي تنطلق هذا المساء في منتزه المغوات الترفيهي للمزيد حول هذه الاستعدادات يلتحق بنا مراسل أخبار السعودية من حائل الزميل سلطان الشعيب مرحبا بك سلطان اهلا وسهلا اهلا أهل بك أهل وكافة مشاهدي قناه السعوديه وبالتحديد اخبار السعوديه بالتاكيد كما ذكرتي اليوم هو انطلاق هذه الفعاليات فعاليات صيف عروس الشمال نعم. آه بالتاكيد باشراف وتنظيم امانه منطقه حائل التي دائما ما تكون هذه الامانه آه سباقه لمثل هذه الاحتفالات والفعاليات وايضا آه دائما تستخدم مركز المغوات آه آه للمناسبات هو مقر دائما لها وفي مقر اماكن اخرى ولكن اليوم فعاليات صيف عروس الشمال تنطلق من منتزه المغوات للحديث اكثر حول هذا الموضوع ينضم معي الاستاذ سعد الثويني مدير الاعلام بامانه منطقه حائل استاذ سعد اهلا بك معنا عبر اخبار السعوديه في البدايه نتحدث عن هذا المهرجان وفكره هذه الفعاليات في منطقه حائل يا اهلا وسهلا فيك اخوي سلطان حياك الله وارحب فيك وارحب في قناتنا الموقره والمشاهدين الاعزاء. حقيقة مهرجان عروس الشمال برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز حفظه الله أمير منطقة حائل وجه سعادة أمين المنطقة المهندس سلطان الزايدي بإقامة هذه الفعالية كختامية لسلسلة الفعاليات المقامة أو التي أقامتها أمانة المنطقة خلال الفترة الماضية والتي تنوعت ما بين فعاليات صيفية صيفية وشتوية وربيعية وبيئية فتكون ختامها مسك الفعاليه راح تتنوع ان شاء الله عده او المهرجان راح يتنوع بعده فعاليات ما بين ثقافيه ما بين اجتماعيه ما بين تعليميه تشمل جميع الفئات جميع الاعمار ونستهدف فيها ان شاء الله استقطاب جميع الزوار بهذه الفعاليه. استاذ اليوم فعاليات عروس الشمال، دائما حائل عروس الشمال، فعاليات عروس الشمال. عروس الشمال لو نعرف المشاهدين لماذا منطقة حائل سميت بعروس الشمال؟ لماذا مهرجان أو فعاليات الصيف عروس الشمال؟ كلامك سليم جدا. نظر لما أحبه الله سبحانه وتعالى لهذه المنطقة من جمالية في التضاريس، جمعت ما بين الجبال والسهول والكثمان الرملية، ونظر الأجواء الجميلة الخلابة. تغزل فيها العديد من الشعراء والمغنين والمنشدين لذا اطلق اطلق عليها مسمى عروس الشمال ومن هذا المسمى احببنا انه يكون ختام الفعاليات ختامها مسك يكون فسمي مهرجان صيف عروس الشمال استاذ سعد نسالك هذا السؤال عن المواعيد المهرجان والفعاليه متى تبدا ومتى تنتهي اوقاتها ايضا كيف تتوقعون اقبال الجمهور بحكم انكم تجارب سابقه في الصيف الماضي واللي قبله وايضا قبل اربع سنوات. نعم. الفعالية راح تنطلق من اليوم إن شاء الله المهرجان من الساعة السادسة مساء إلى الساعة الثانية عشر مساء على مدى ستة أيام إلى يوم الخميس بإذن الله نستهدف استقطاب الزوار من جميع المجالات بنفس الوقت تعريف لمنطقه حائل سياحيا واستثماريا ونامل انه يتواجد لدينا او يشرفنا بالزياره الزوار اسمح لي سعد اليوم في منطقة حائل لا شك أهالي منطقة حائل سعيدين بثلاث فعاليات وتختتم زي ما ذكرت فعالية صيف عرس الشمال ولكن كيف تتوقعون الإقبال حيكون على هذه الفعاليات؟ هل سيكون إقبال كثير أو الناس راجعين المدارس حيخفوا الإقبال ولا إيش إيش المنظور المستقبلي خلال الأسبوع القادم لهذه الفعاليات؟ لا توقعاتنا إن شاء الله راح يكون الحضور كثيف جدا بحكم أن نهاية الإجازة واستعداد بناء الطلاب للعام الدراسي الجديد ف متوقع بإذن الله كثافة في الحضور سعد نختم هذا اللقاء في كلمة أخيرة تقدمها لأخبار السعودية ماذا تود أن تقول؟ أشكرك وأشكر القناة على هذا اللقاء ونأمل من الجميع زيارتنا وتشريفنا في المهرجان شكرا لك سعد أهلا فيك حياك الله طبعا منى كما شاهدت شاهد المشاهدين الكرام عن هذه الفعاليات ولقاء الاستاذ سعد ثويني مدير الاعلام بامانه منطقه حائل للتحدث عن هذه الفعاليات ودور اكيد الامانه بتنسيق الفعاليات بين بجميع مواسمها بالربيع والخريف والصيف والشتاء واليوم في هذا الصيف في منطقه حائل كما ذكر انها تختتم فعاليات الامانه بهذا الاسبوع بصيف عروس الشمال وكما ذكر ايضا هذه الفعاليات برعايه كريمه من قبل صاحب الملكي الامير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز امير منطقه حائل وبتوجيهات اكيد امانه امين امانه منطقه حائل المهندس سلطان الزايدي الذي دائما ما يكون له نقلات ملفتة في منطقه حائل وايضا نشاهد العديد من التغيير في اكيد ميادين وشوارع وحدائق منطقه حائل، لا شك جهود تذكر تذكر فتشكر نعم. للامين وزملائه في أمان منطقه حائل، هذا كان كل ما لدي من عروس منطقه حائل انتقل لك بالصوت والصوره. وفيت وكفيت سلطان الشعيب، اشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركه، ايضا شكرنا موصول لضيفك الكريم على كل ما قدمه لنا من معلومات حول فعاليات عروس الشمال، شكرا لكم يتربع تلفريك الهدف في محافظه الطائف قائمه الوجهات السياحيه الاكثر استمتاعا وتفاعلا لهواه التجارب الممتعه حيث يجد عشاق المغامره ومع اطول خط تلفريك في المملكه بين قمه الجبل واسفل وادي نعمان تجربه مثيره داخل عربه بانوراميه في رحلة تصل مدتها إلى أكثر من خمس وعشرين دقيقة يقطع من خلالها الزائر قرابة أربعة كيلومترات للاستمتاع ومشاهدة أجمل الإطلالات الطبيعية والتاريخية للطرق الجبلية القديمة كدرب كرا الأثري أو ما يسمى بدرب الجمالة والتقاط أجمل الصور التذكارية ويحرصُ زوار الطائف على خوضِ مغامرةِ تلفريك الهدى التي تُعدُّ من أجملِ الأنشطةِ الترفيهيةِ السياحيةِ، ويستطيعون من خلالها اكتشاف الجوانبِ الترفيهيةِ في القريةِ السياحيةِ التي تقعُ في آخرِ محطةِ للتلفريك الان مشاهدينا الكرام نعود لاخبار الطقس حيث ينضم الينا عبر الهاتف المحلل في المركز الوطني للارصاد الاستاذ عقيل العقيل نتمنى ان تكون متواجد الان استاذ عقيل هل انت معنا؟ نعم اهلا وسهلا السلام عليكم مساء الخير وعليكم السلام نرحب بك مجددا استاذي الكريم تشهد الاجواء هذه الايام امطار على بعض مناطق المملكه أطلعنا إذا تكرمت على توقعات مركز الأرصاد لديكم عن هذه الحالة وهي حالة الطقس خلال الأيام القادمة أهلا وسهلا بالفعل أنا أطلع قبل قليل على صور رادارات الطقس الخاصة بالمركز الوطني للأرصاد ونلاحظ تواجد السحب الركامية الرعدية على أجزاء من منطقة القصيم نتوقع إن شاء الله أمطار تسبق برياح نشطة مثيرة للتربة والغبار خاصة من الأجزاء الغل... الغربية من منطقة القصيم كذلك الحال تظهر السحب الركامية على زال الجنوبية الغربية منطقة حائل وهي الان في التطور وفي التشكل على منطقه مكه المكرمه في مرتفعات مكه في الطائف وما جاورها خاصه على الاجزاء الشرقيه من محافظه الطائف تبدا تتكون السحب ان شاء الله الركاميه الرعديه. يوم امس كانت الهطول الامطار غزيره نوعا على الشفا وكلما اتجهنا حتى الغرب حيث هطلت الامطار على مكه المكرمه كمدينه والعاصمه المقدسه سالت عليها بعض الاوديه والشعب وكانت الامطار غزيره. على مكه المكرمه نعم استاذ عقيل هذا فيما يخص هطول الامطار لنتحدث عن الانخفاض في درجات الحراره هل سوف نشهد في الايام القادمه انخفاض في درجات الحراره على المناطق التي لا زالت درجات حرارتها مرتفعه او حقيقه ما تزال درجات الحراره حول معدلها على معظم مناطق المملكة عدا القطاع الشرقي من المملكة سجلنا اليوم درجات حرارة وصلت في الدمام إلى 49 درجة مئوية في الأحساء 48 في رفحه والقيصومه كانت 46 درجه مئويه وهذا بسبب تاثر هذه المناطق بموجه هوائيه حاره ادت الى رفع درجات الحراره اعلى من المعدل الفصلي في مثل هذا الوقت، نتوقع ان شاء الله ان تعود درجات الحراره حول معدلها في مثل هذا الوقت مع انتهاء هذه الموجه الحاره ان شاء الله في منتصف الاسبوع القادم. وهذا لأ. ليس بمعنى انه لن تتكرر موجات اخرى حاره هي موجات تذهب وت تتاثر بها المناطق الشرقيه من المملكه نعم اذا هناك موجات تعود وتذهب في درجات الحراره صحيح. هي متفاوته نعم صحيح. استاذ عقيل نستفيد من وجودك معنا لعل الكل يتساءل ماذا عن فصل الصيف أما متى سوف ينتهي فصل الصيف وتبدا الحراره معتدله خصوصا في الرياض الشرقيه نعم، عند علماء الأرصاد يدخل ينتهي فصل الصيف نعم. في واحد من شهر تسعة ميلادي، وفلكيا في واحد وعشرين، سبتمبر. في هذه الوقت، في هذا الوقت تبدأ درجات الحرارة بالاعتدال التدريجي، خاصة درجات الحرارة الصغرى عند انتهاء فصل الصيف في المناطق الشمالية من المملكة. ومع بداية شهر أكتوبر إن شاء الله شهر عشرة تبدأ درجة الحرارة يكون الانخفاض بها ملموس عما كانت عليه في فصل الصيف نعم أخيرا أستاذ عقيل موجة الغبار والرياح هل سوف تعود تبقى خاصة في الفترات الانتقالية ما بين الفصول آه السنوية يكون هناك آه مع تقارب درجات الحرارة وانخفاضها وارتفاعها مرة اخرى تتكون بعض الاحيان العواصف الرملية خاصة مع تقارب درجات الحرارة آه بين ارتفاع وانخفاض فلا يغ... ذلك غير مستبعد آه خاصة مع انتهاء الصيف وبداية فصل الخريف أشكرك جزيل الشكر أستاذ عقيل العقيل على هذه المشاركة وكل ما قدمته لنا من معلومات حول الطقس شكرا لك مستمرون معكم في هذه النشوة وفي بعد الفاصل طفلة ولدت بلا أذرع وتستخدم أرجلها لإكمال حياتها لتتغلب على إعاقتها بإرادتها الصلبة والقوية وفيها أيضا أنظار الرياضيين وعشاق رياضة الملاكمة حول العالم تتجه إلى جدة لمشاهدة نزال البحر الأحمر حيكم من جديد حوراء طفلة من محافظة الأحساء ولدت بلا يدين ولكنها واصلت التحدي والاراده وتقبل حياتها. نموذج مشرف للاراده والصمود امام العقبات. فبدل اليدين استخدمت ارجلها لممارسه هواياتها ومن ابرزها هي الرسم، والتي تتمنى ان تكون الطبيبه في المستقبل. المزيد في هذا التقرير. بلا يدين ولدت حوراء البخيت. ابنة السبع سنوات في بلدة الرميلا شرق الأحساء، طفلة تغلبت على إعاقتها الصعبة التي تخوض معها صراعاً يومياً بإرادة صلبة، خلقت لنفسها عالماً لا ينافسها فيه أحد، وشقت طريق الحياة بالأمل. ذكاء فطري ومرونة عالية وروح مرحة. صفات تتمتع بها حوراء اضافه لابتسامتها التي تخلق السعاده في نفس كل من ينظر اليها رغم صغر سنها الذي يجعلها الى حد ما لا تعي بشكل كامل حجم اعاقتها الا انها ظلت في صمود وعدم استسلام لاعاقتها حتى اليوم قبل ما نختم التقرير حوراء ايش تقولين؟ اقول ان كل اللي نفسي لا تخافون خلكم شجاعين خلكم حيل اقوياء محمد المحسن الاحساء اختتم معرض حلم فنان المقام في مدينة جدة بمشاركة أربعين فنانا وفنانة تشكيلية وسط حضور من المهتمين، والذي استمر لمده ثلاثه ايام. ياتي المعرض ضمن الانشطه والبرامج والفعاليات التي تقيمها جمعيه الثقافه والفنون بجده خلال العام الحالي. قدمت جمعيه الثقافه والفنون بجده خلال الثلاثه ايام الماضيه معرض مجموعه حلم فنان بقياده الفنانه التشكيليه العنود الحربي. شارك بالمعرض أكثر من أربعين فناناً وفنانة، كما تضمن المعرض ورش عمل للفنانين المشاركين والرسم الحي، بالإضافة إلى مشاركات خاصة من ذوي الهمم. يعد الفن التشكيلي أحد الفنون الخاصة الذي يهتم له شريحة كبيرة من المجتمع، خاصة المبدعين منهم والفنانين. أبرار باهبري، جدة ونبقى في جدة حيث تتجه انظار الرياضيين وعشاق رياضة الملاكمة حول العالم اليوم إلى مشاهدة نزال البحر الأحمر وحسم لقب بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل بين الاوكراني ألكسندر ومنافسه البريطاني أنتوني هذا وتولي المملكة اهتمامًا كبيرًا بمشروع تطوير الرياضة من خلال استضافتها العديد من الاحداث الرياضيه العالميه الدوليه في مختلف الالعاب الرياضيه تعزيزا لممارسه الانشطه الرياضيه في المجتمع وتحقيق التميز في العديد من الرياضات اقليميا وعالميا تذكرون باهم العناوين خلال اسبوع ضبط اكثر من 14 الف مخالف لانظمه الاقامه والعمل وامن الحدود بمناطق المملكه كافه ادارات التعليم بمناطق المملكه تواصل اكمال استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد الزكاه والضريبه تجري تعديلات على اللائحه التنفيذيه لضريبه التصرفات العقاريه وامانات المناطق تتيح خدمة المتاجر المتنقله لدعم الافراد وتنظيم عمليه البيع في الاماكن العامه وشاهدتم في نشرتنا ايضا توقعات باستمرار هطول الامطار على اجزاء من المنطقه الجنوبيه ومصائف المملكه تشهد اقبالا من الاهالي والزوار وصلنا الى الختام تحيه طيبه السلام عليكم